لأنكم جزء أصيل من اهتماماتنا، فإننا في برنامج الاقتصاد في رمضان نكشف يومياً عن إحدى السلوكيات التي تستنزف أموالنا، ونقدم لكم الحلول المثلى للخروج من الشهر الكريم بأقل التكاليف الممكنة مع مجد النوري عبر أجيال. صديقي الصائم، الشمس تشرق على يوم جديد في الشهر الكريم، وها أنا أخبرك بأمور تنقذ جيبك من الاستنزاف. وأحد هذه الأمور التي تستنزف جيبك إلى جانب وجبة الطعام الرئيسية هي المقبلات. نعم المقبلات. فهل تعلم أن البيت العربي خلال شهر رمضان يتفنن في ملء الفراغات الموجودة إلى جانب الصحن الرئيسي؟ لا أتحدث عن التوقف عن هذه العادة، ولكنني أتحدث معك عن ترشيدها. فصحن من الحمص الشهي وصحن آخر من المقبلات قد يفي بالغرض، بل إن حسن تغليفك لهذا الصحن سينقله من مائدة الإفطار إلى مائدة السحور. وبحسب المتوسط لصحن الحمص في فلسطين فإنه يتراوح بين دولار إلى دولار ونصف، أي أنك ستنفق ما قيمته بين 30 إلى 45 دولار طوال شهر رمضان إن اقتصر أمره على صحن واحد يوميا. ويمكنك إضافة نفس القيمة لصحن مقبلات آخر لتكون القيمة الواجب إنفاقها 90 دولارا لصحني مقبلات فقط خلال الشهر الكريم. ولكن هل تعلم أنك قد تختصر هذا المبلغ؟ كيف؟ سأخبرك بذلك في الحلقة القادمة. الاقتصاد في رمضان برنامج يأتيكم يوميا في رمضان، فيه دروس وعبر كي نستطيع توفير أموالنا وإبعادها عن التبذير أو العادات المالية السيئة والتي قد لا تتبادر إلى ذهن الصائم، مع مجد النوري عبر أجيال.